اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج سوالف سبورت. اليوم حلقتنا طبيه صحيه رياضيه، تهم الرياضيين بشكل خاص وتهم العامه، يعني حتى الناس اللي يطقطقون بالرياضه مو شرط رياضيين. معانا اليوم الدكتور محمد الدوسري، اختصاصي علاج طبيعي واصابات ملاعب. اهلا وسهلا فيك دكتور، نمسي عليك بالخير. يسعدك، خير وكرامه، طول عمرك ان شاء الله، وشاكر لك دعوتك في البرنامج المميز. ونشكر لك الحضور. الله يخليك. دكتور الحين يعني شنو الفرق بين اصابات الملاعب والاصابات العاديه؟ الإصابات الملاعب هي عادة تكون إصابات رياضية تصير في الملعب، يعني عشان كذي يسمونها إصابات ملاعب. تصير عادة لها إصابات معينة مثل طقات الرأس، مثلا التواء الكاحل، مثل الرباط الصليبي، أو مثل تمزقات اللي تصير التواءات، أي التواء كان في أي رباط أو قطع لأي رباط أو التواء لأي، يعني أمور تصير عندنا خاصة في الرياضيين أثناء لعبهم في الرياضة. هذه عادة هي واحد يقول هي نفسها إصابات العظام اللي هو موجودة في مستشفى العظام، نقول نعم، لكن هي ذات أسماء رياضية، بمعنى إن والله خلنا نقول واحد إحنا نسميه مثلاً إصابة الكم المدور حق الإيد، حق الكتف مثلاً، إني إحنا نسميه كتف السباح حق، لأن أغلب الناس اللي يصيرون فيهم إصابة هذه هم السباحين. لما يتكلم مثلاً عن رباط الجانبي للمرفق نسميه في هذا والله مرفق التنس أو تنس إلبو، فهذول إصابات معينة يصابون فيها الرياضيين، فتكون التركيز فيها حتى بمسمياته. لما يجي اللاعب نقول له والله أنت عندك كتف سباح، الرياضي يفهم نوعية الإصابة اللي صارت، الإصابة اللي أصابته. لكن بالمقابل ممكن إنسان عادي يصيبه هذه الإصابة. بإمكانه، يعني بإمكانه أنا فرضية تنس إلبو مثلاً، مرفق التنس بإمكانه يصيب فيه واحد يلعب تنس لأنه مو حاط الهزاز عدل على المضرب، لأنه مو ماسك المضرب عدل، لأنه مغير مضربه بالنسبة للاعبين. وأيضاً يصاب فيها الإنسان العادي اللي طقت براسه، يبي ينظف كل البيت، يبي لك كل البراغي. الأخت تبي ردت حق الحياكة، تبي تسوي حياكة، تبي تغسل المواعين، كل هذا الأمور تبي تفر البيت بالضبط. فهذا كله فيصير عندي شنو؟ يصير عندهم تنس إلبو، في حين أن في الرياضيين حق واحد مضربة مغيرة، مو المضرب غلط قياسه، مو حاط الهزاز، مو ماخذ بباله تمرينه غلط، فهني يصير في عندنا وكان تصير هني وكان تصير. إنزين، بالنسبة حق الأسلوب العلاج يختلف؟ طبعا يختلف. طبعا خلينا نكون احنا يعني نفرق بين اثنين، بين واحد يبي يرفع علم الكويت وبيصير بطل وعنده اجهاد، وبين واحد بيخلص علاجه بيروح يقعد ورا المكتب وما عنده شيء، او هذا الاخت بتروح تقعد زين في البيت تطبخ، يعني امور معينه ما اعرف شنو، يعني حياه عاديه. لكن بالنسبه نعم، بالنسبه لي مقارنه بواحد يبي لازم يكون بكامل اللياقه، بكامل القوه، عشان يرجع مره ثانيه يدق كره، مو كره بس عاديه، لا كره انه يلعب، يعني بطريقه معينه، بتكتيك معين، بفنيات معينه، جسمه لازم يكون جاهز. هني يفرق في عدد الجلسات اللي لازم اعطيها. بين واحد اعطيه 6 جلسات، 12 جلسه، يعني بالكثير، يعني خلينا نقول 3 أسابيع هو خالص. الى انا اجي لواحد يقول والله انا عندي اصابه، اقول له هذه اصابتك والله بارده او اصابه حاره، اصابه بارده يعني ما فيها وايد شغل، زين اخلصه اقول لك ترى خلصك ترى خلال اسبوع اسبوعين، يعني مثلا اصابه انكل عاديه نتكلم عن اسبوع، ندخل الى 6 أسابيع، زين على حسب الاصابه اللي وياه، وارجع حق المدرب والمدرب يتهاوش معاي، لا هذا يرجع باسبوعين، هذا يرجع 3 أسابيع، على اساس لانه وراه بطوله، عنده موسم، عنده تدريب. طبعا فهذا هني الفرق، زين اذا كانت لا في تقص، يعني خلينا نقول دخل عمليات، لا هني نتكلم عن 6 أسابيع، نتكلم عن اصابات مثل رباط الصليبي، نتكلم عن فتره طويله تصل الى حتى الى 9 أشهر. زين دكتور، وبالتعافي مثلا يعني انه يشد حيله اسرع، من يعني هل تفرق مثلا الرياضي مثلا نقدر نقول يعني لان عنده لياقه وعنده كذي يقدر يشد حيله اسرع من الانسان العادي، ولا ما تفرق هذه النقطه؟ هو في قضيتين بس نكون احنا يعني واضحه عندنا. الانسان العادي يعني ما يبي هذا الجهد العالي، يعني انا لما يتكلم عن واحد اعطيه 12 نيوتن قوه، 12 نيوتن يعني خلينا نقول يعني 120، يعني خلينا نتكلم عن 12 كيلو الى 120 كيلو، احنا نوصل الى قوه عاليه بالنسبه لناس رياضيين. زين لما تيجي تعطينا 20 كيلو يقول بس يعني انت شو بتسوي فيني؟ انا حدي 6 كيلوات ولا 7 كيلوات، دزهم بريل ولا بيدي وبس، كان الله يسر عليك. ان الريله شغاله بالضبط.
بالنسبه للرياضي لا، يبي ان ريله هذا تشيل 25 كيلو، يبي تشيل 30 كيلو، يبي تشيل 60 كيلو. هني الفرق في انا مدتي ساعات الطول مع شنو؟ مع هذول الناس اللي انا ابي ارد رده الى كامل قوه اللياقه اللي كانت عنده. هاي واحده. الشغله الثانيه يعتمد ايضا على ايش كثر هو عنده. يعني خليني اعطيك انا مثال الرباط الصليبي. الرباط الصليبي لما انا يصير عندي اصابه، انا عندي اذا كان سوى العمليه في اول شهر، حتى الجراحين يوافقون على هذا الكلام، يقول اذا صار عنده اصابه يبقى باول شهر لحن جاهز حار، عضلاته قويه للحين، لان اللياقه تروح خلال خمسة اسابيع، جاهز لما يسوي العمليه يرجع بلياقه عاليه. يدق على طول تلاقينا يعطيك من نفسه. انزين واحد اكتشف بعد فتره ان ريله تخونه، راح حق الجراح قال انت عندك رباط صليبي، اوكي شو اسوي؟ لازم اسوي عمليه. بس طافت عليه 3 اشهر 4 اشهر، شوف راحت اللياقه، راح كل شيء، نبدي من تحت عشان اوصله فوق. في حين هذاك كان فوق وانطلق. فهني يفرق على حسب استعداده وقوته وطلعته. اي انزين دكتور، يعني كذي معناته انه مثلا اللاعب في احتمال انه يرجع مثل ما كان، وفي احتمال لا. في بعض الاصابات تنهي اللاعب. يعني مثلا اصابه الترقوه حق لاعب الجمباز، لما لاعب الجمباز يسوي، اغلب لاعبين الجمباز عندهم سياكل، انا ما ادري شنو ارتباط لاعبين الجمباز بالسياكل، بس اغلبهم عندهم سياكل يطيحون. بعد الحادث هذا ينكسر عنده الترقوه، من تنكسر عنده الترقوه نقول له بطل الجمباز، ما خلاص انهت لعبته. في المقابل لا، في لعبات يعني انا عندي عضلات تاخذ وقت على ما ترجع، يعني في عضلات تبدي يعني تاخذ سنه، وفي عضلات تاخذ 10 سنوات على ما تكمل لياقتها الكامله. وفي عضلات نحن نسميها الدلوعه، خصوصا اللي هي بعد حتى العضلات في دلع. في عضلات مثل العضلات اللي هي محيطه في الصابونه، مجرد ما انك تصير عندي اصابه عليها، لو انت شو مسويه من تمارين، خلال 24 ساعه تفقد قوتها. فاقول لك في حسب العضلات ومكانها وشنو الاصابه، ويفرق وياي سرعه التعب. هو اللي يحدد مدى امكانيه عوده اللاعب مثل ما كان، او انه هو لا خلاص. بالضبط. يعني انا عندي على مستوى بالضبط يعني انا عندي عمليات الان قاعد تدش يرفضون فيها انه يحط اللاعب ري. انا عارف انه المفروض ما يحط ريله مده 3 اشهر، او ما يحط ريله مده شهرين ونص، او انه ما يستعمل حركه معينه مثل في الكتف، عمليات الكتف، خلع الكتف، لما يردونها بعمليه فيها حركات معينه ممنوعه. فانا مضطر اني انطر الى ان يسمح الدكتور الجراح بانه يسوي هالحركه عشان ابدي ادق العضله هذه باتجاه اخر. عدل دكتور، في عندنا سوالف بعد. بس لازم نطلع فاصل قصير اعزائي المشاهدين، نرجع نستكمل معاكم حديثنا مع الدكتور محمد الدوسري. أصبحت زيادة معدلات إصابات الرياضيين وإصابات الملاعب والمضاعفات المرضية الناتجة عنها رغم التطورات الهائلة التي شملت أغلب جوانب الحياة، ولا سيما في مجال العلاجات الطبيعية وغيرها، ظاهرة تستوجب الانتباه لها لدى جميع الرياضيين والمهتمين بمجال الرياضة، مثل المدربين ومدربين الأحمال ومدربي اللياقة واللاعبين وغيرهم. ولدراسة إصابات الملاعب أهمية كبيرة، حيث إنها تساعد الرياضي على تجنب الإصابة أو معرفة أسباب الإصابة وطرق علاجها والحفاظ عليها من التفاقم، وكيفية إسعاف الجزء المصاب إسعافات أولية في بداية الإصابة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومستمرين مع ضيفنا الدكتور محمد الدوسري. دكتور، الحين احنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن يعني مدى إمكانية عودة اللاعب حق كامل لياقته
من عدمها. إنزين في برامج تأهيلية مثلاً إن تأهل اللاعب إنه هو يستعيد لياقته تدريجياً بعد الإصابات الشايدة مثلاً. نعم. هو الآن تقريباً صارت معروفة يعني إحنا دحين برامج أو بروتوكولات هنقول هذا البروتوكول موجود طبعاً على مستوى الجامعات العالمية. فهذا البروتوكول يحدد لك إنك شلون ترجع اللاعب هذا بأسرع وقت. عشان قمنا الحين نقول لما يدخل علينا اللاعب نقول له ترى إصابتك هذه كذا راح أرجعك الملعب في كذا. يجينا المدرب ساعات يتهاوش معنا يقول لا أنا أبي يرجع بكذا، أنا شفت فلان، أقول إيه نعم شفت فلان لأن إصابته وأعطيه درجته وهذا درجة مثلاً أكبر أو أقل. هني يفرق عدد التعامل وشهرة الواحد في قضية إنه هو يرجع اللاعبين. صارت الحين عندنا مجرد إنك تمسك يعني يجيك اللاعب تمسك هذا البروتوكول من التدريب الصح وعملية الإحماء وعملية العلاج الطبيعي بالنسبة لهم نلاقي بعد فترة رجع إلى المستوى اللي إحنا. إذا على طاري الإحماء شنو أهميتها هذه؟ بالفعل هي يعني لهالدرجة مهمة عملية الإحماء قبل ممارسة أي رياضة؟ بعض الناس عندهم الإحماء مثل الحشو على الأكل، عارف لما نقول حشو على الأكل مو ضروري شيل الحشو، أنا أبي أكل ما أحب الحشو، زين؟ لا أخوي لازم تأكل الحشو. هني الفكرة إن الإحماء ما هو شيء زين عليه الطبق، ما هو شيء زين عليه رياضتك، تقول والله أنا مشغول خلنا اسكب، مو لازم اليوم إحماء. الإحماء يسخن لك الدورة الدموية فيعطيك العضلة تكون جاهزة. الإحماء يعرفك إذا أنت عندك إصابة، أنت تيجي تسوي إحماء تقول أوه شفيني أوه كنا كتف كنا في شيء، زين؟ فيعطيك اكتشاف الأماكن يحميك من الإصابة. زين إذا أنت الآن طبعاً إذا ما نشطت الدورة الدموية وبدأ الأكل ما بدأ الأكل يدخل داخل العضلات، العضلة تأخذ جاهزيتها، مجرد ما تدك على طول تنقطع عندك العضلة أو يصير عندك إصابة. الإحماء ضروري جداً، والإحماء أيضاً يعتبر نوع من أنواع فقد السعرات الحرارية. يعني الواحد يقول الإحماء ما هو رياضة، هو رياضة وانت ايضا قاعد تفقد سعرات حراريه، وايضا انت قاعد تضعف ولا قاعد تتخطر. دكتور هو اي مجهود عضلي الواحد يسويه يفقد الواحد سعرات حراريه؟ طبعا كل مجهود حتى التفكير يفقد الشيء السعرات الحراريه. دكتور احنا نتكلم عن زين تقول التفكير، الحين في دراسات جديده تقول لك حتى النوم يفقد الانسان سعرات حراريه. انت تفقدين في اليوم 1800 سعره حراريه على الوظائف الحيويه مالت الجسم. زين انت تفقدين 1800، يعني لو تقعدين طول اليوم ماسكه الريموت وتطالعين التلفزيون انت فاقده 1800 سعره حراريه. نفس، دقات قلب، تفكير، العين ترمش، دوره الدم هذه كلها محتاجه كم؟ 1800 سعره حراريه. زين لما تروحين حق اخصائي تغذيه شو تقول لك؟ اعطيك 1600، اعطيك 1200، فتلاقين وزنك بدا ينزل. ايوه زين زين. بالرياضه احنا نتكلم انت قاعد تبدينين فوق، فإذا بديتي تتكلمين عن أنا والله قاعد أمشي، نتكلم عن 2400، نتكلم عن 3000، نتكلم كرة القدم لو تلعبين كرة القدم نتكلم عن 4000 سعرة حرارية. فطبعاً لما نتكلم عن إيش كثر سعرات حرارية قاعد تفقدين وإيش كثر أنت قاعدة تاكلين، هني يصير عندك التوازن. بس إيه نعم، حتى التفكير حتى النوم تخسرين أنت في اليوم 1800 سعرة حرارية. والله يعني دكتور زين صراحة، أنت يعني رفعت معنوياتي وايد صراحة. هو التكة مالت الأخصائيين تقريبا هذه، هو يعرف إن أنت تخسرين 1800 فهو يعطيك 1600، يعطيك 1200، فكذي هو خلاك تنزلي وزنك وخلاني أرضى عليه وأصدقه. إنزين دكتور، في بعض المرات بالملاعب نشوف يعني اللاعب عليه يطيح ويتعور وتحس إن الإصابة شايدة من البادي لانجويج ماله. إنزين ما يشير الشولة وما أدري شنو تنزلون الملعب مرة ثانية، هذا الشيء ما يأثر عليه؟ لا هو شوفي على حسب الإصابة اللي هي السروية. طبعًا في إصابات تكون إحنا مثل ما قلنا هي كولد، شيء عادي تقدر تعالجينه بسرعة. يعني أنا واحد داس على ريلة، واحد يعني شاله طاح على هذه الأمور، إحنا نعطيها عليها ثلج. فالرش هذا عبارة عن مادة باردة، بدل ما أحط عليه ثلج هي جاهزة، فأبخه مجرد ما يصير عليه البخاخ هذا وصار عليه على طول المنطقة تصير باردة، فبالتالي يحقن الدم وينشط الدورة الدموية والأمور طيبة ويقدر ينطلق مرة ثانية. متى أنا أطلعه؟ لا إذا صارت عندي قطع، يعني قطع في الرباط. زين دكتور هذا ما يكون في دم، أنت شلون تعرف؟ لا يبين من عندي الفحص على طول. أنا داخل شفت عملية السقوط مال، يعني مثلا خلينا نفرض عند الرباط لف جسمه وهو لاف، طبعا شفته هو قاعد يلف صار عنده عوار. جيت له لقيت الريلوار من الركبه، سويت له فحص سريع عارف ان هي مقطوعه، اقول هذا لازم يطلع. هني ندخل في قضيه، او اي حق الانكل والاقي الانكل لا وارم، لا لاف بطريقه غلط، اعرف هني اني انا عندي قطع.
هذا لازم يطلع. في امور معينه لا ما يصير عندي، يعني مثلا خلينا نقول شد العضلي مثلا. دكتور انا هذا اللي كنت بسالك عنه، هذا اللي بالضبط كنت بسالك عنه، قاعد اقول خايفه يتداركني الوقت وما اقدر اسالك عن هذا السؤال. دكتور الحين مساله الشد العضلي هذا مساله غريبه ترى، هاي تحوش الرياضيين وتحوش الغير رياضيين. والثنتيناهم يعني نفس الاعراض ونفس الشعور، شلون هذه؟ اغلب اسباب الشد العضلي هو جفاف وعدم شرب الماء. يعني الوحده تلوي طول النهار في المدرسه خلينا نقول، او رايحه تخلص معاملات، او واحد راح يخلص معاملات في الوزاره وما يبي يشرب ماء، ما يبي يشرب ماء. زين، هو لاي لاخر اليوم يجي بالليل حط راسه ونام، او يا الظهر حط راسه ونام صحى على شد عضلي بريله وقام يوارس في الفراش. يقول له ايش فيك؟ شد عضلي. من وين يا شد العضلي هذا؟ لانك انت ما شربت ماء. نفس الشيء اللاعبين، اللاعب يدخل الملعب ما يشرب ماء، ما يهتم في قضيه الارواء مالته، يدخل فيجف جسمه، فيدخل في شنو؟ يدخل على طول في عقديه الشد العضلي. هم احنا عندنا بعض، احنا قام حتى في بعض الدول منتبهين حق النقطه هذه. فاذا ما مثلا يلعبون صاله مثلا التنس مثلا، او خلينا نقول السله او الطائره في صالات مغلقه، شو يسوون؟ يطق السنترال على حده ويخليه فريزر عشان شنو؟ يصير عندهم شد عضلي. او يطفونه مثلا في اماكن اللي هي اسيويه اللي يكون رطوبه، يطفون المكيف فيصير رطوبه وحر، فيصير عندهم شنو؟ تعرق كامل، فيصير عندهم شد عضلي نتيجه شنو؟ الجفاف اللي صار وياه. وبنفس الوقت هذه الاشياء اللي تسبب بعد يعني اللي تظهر الشد العضلي. بالضبط. طبعا في اسباب اخرى للشد العضلي، ان العضله تكون جاهزه للقطع نتيجه ضغطها، يعني مهوس عليها وايد وقاعد يفرك فيها وايد، فطبعا العضله وصلت الى درجه ان هي خلاص راح تنقطع. هني لا احنا يعني ندخل فنعرف الفرق ما بين ان هو شاد عضلي هو مجرد الجفاف ولا هي راح تنقطع، وهذا هني اللي يصير العمليه نطلعه او خليه يلعب مره ثانيه. عادل دكتور، قبل لا اختم وياك كلمه اخيره توجهها حق الرياضيين، او نصيحه خلينا نقول، مو كلمه اخيره، نصيحه توجهها حق الرياضيين والغير رياضيين. الاصابات الرياضيه نقدر يعني نتوقعها، ونقدر ان احنا نعمل فيها، يعني احنا وصلت عندنا الحالات وايد كبيره. احنا قاعد نوصل الى 500 عمليه في رباط صليبي في الكويت في العام. قاعد نتكلم عن 500 عمليه غضروف في العام لرياضيين. زين، اسباب بسيطه جدا، ملاعب او رياضه صح او تمرين صح راح يوقينا هذه الاصابات اللي قاعد تصير حق لاعبينا وحق عيالنا في دوله الكويت. فالوقايه خير من العلاج. شكرا لك دكتور، شكرا لك لحضورك مره ثانيه، ومعلوماتك قيمه فعلا استفدنا منها، وان شاء الله نتمنى نلتقي فيك يعني بفرصه اقرب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقه، وان شاء الله نعود ونلقاكم في حلقات قادمه. في امان الله.